رزق تعال رزق الجو امان ادخل. جيت طيب بعته كام معاك؟ بعته كام معاك؟ ربع مليون. طيب وانا 12 كيلو في الشنطه ايه؟ يعني؟ حاول بس نغير بهداوه كده من غير الدبش اللي في شلك ما ياخد باله. ها؟ من غير ايه؟ ها؟ من غير الدبش اللي في شلك ما ياخد باله. ها؟ طيب ياخد باله من ايه؟ انت حمار؟ شنط بتتبدل قدامه هياخد باله. ياخد باله احنا هنعمل له ايه؟ ايوه بس ما برضه ما تخلوش يلاحظ قوي. ها؟ خد بالك من الدبش اللي في شلك. طيب ايه؟ ها؟ ركز على الدبش اللي في شلك. طيب اقف. اقفل اقفل. بقولك ايه؟ أيوة. اخلع انت وانا وراك. ايه؟ لا اخلع بص من الباب اللي على ايدك الشمال. وراني؟ وخد بالك من الدبش اللي في شلك. بالي طب يلا اخلع واحدة واحدة. طيب يعني. طب يلا. وانا رجعت ثاني. بقول لك ايه؟ هو يمكن الدبش اللي في شلك ما باحث؟ لا يا عم باحث ايه؟ ها؟ لو ما باحث كان مسكنا. ده انا لقيت ناس كتير قوي بره وعمالين يبصوا. في قلق؟ لا 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 لا. طب بص بقول لك ايه؟ ناقص يا عم الحكايه دي. طب بص خلي الشنط كده هنا واحنا نخلع خفيف خفيف. ولا نعرف حل عنها. ايوه. وربنا يكرم الدبش اللي في شلك ويروح فيها. يلا سلام. معلم هوبا اللي هوبا اللي